يا مساء الورد. مساء النور. يا ذا الصباح اللي صحيك والهان. مساء توا. لا هو مساء ولا صباح؟ كم ساعة؟ قلت يا مساء الورد. لا قلت يا مساء الورد انا. يعني قلت يا ذا الصباح. يا ذا الصباح. يا صباح الورد. مساء هو. لا احنا بالنسبة لنا صباح، انا قاعد من النوم. اوكي. ايه. ايه على حسب توقيت نومتك. اي على حسب توقيتي. يا ذا الصباح اللي صحيك والهان، مع كل رشفة شاي راسي يتكدر. الله عيني اللي مفارق الانسان وما يدري ان المقدر مقدر. الله الله. انا اقول الله انت. شكو اقول الله. انا اللي اقول الشر امدع نفسي. علي خاجة فهد كميل بالديوانية. ايه ابو بشر. ايه طال عمرك. نادي كاظم يا باي. اوه ايه نادي كاظم برتغالي. ايه البرتقالي. سفير. ايه برتغالي غير برتقالي. برتغالي. برتقالي. ايه بالقه البرتقالي جنسيه. ها. برتقالي لون يعني. هاي هو الصح الحين. ليش انا قاعد احس اني قاعد اتعامل بالابتدائي الحين. برتقالي لون. ايه فنادي كاظمه برتقالي. برتقالي. ايه انا قلت برتقالي. قاعد تقول برتقالي لان الغين عندي صعبه. ايه فاقول القف. ايه برتقالي. ايوه حل. ايوه نادي كاظمه. ايه ومجموعه من الانديه الاخرى. ايه منهم التضامن وفحيحيل والنصر واليرموك. ايه معترضين على عودة النشاط الرياضي بالكويت. ان لاخر ستة. مو اخر ستة، مو الحين في تمارين اخر ستة. اللجنة الاولمبية مع الهيئة العامة للرياضة وبعض الاتحادات اعلنوا ان خطة العودة ان يسوون تدريبات بدءا إيه؟ من 1/8. ايه من 1/8 يبلشون تدريبات. ايه وتستمر 45 ل 60 يوم تدريبات، وبعدها طبعا ينسقون ويا وزارة الصحة ويعني توفير الاشتراطات الوقائية والصحية عشان يمنون اللاعبين والمنشآت الرياضية. الحين هذه خطة اللجنة الأولمبية مع هيئة الرياضة عشان عودة النشاط الرياضي مع الصحة اللي هو اللجنة الثلاثية. اي انه 1/8 يبلشون تدريبات على اساس انه 45 يوم شهر ونص شهرين يبلشون الموسم. انت بعد الادهى من كذي علي ان قطاع الناشئين قالوا لهم تعال تمرن اخر ستة. مشكلة هذه بس الحين. إيه. شنو اعتراضهم؟ إيه. طبعا الأولمبية والهيئة والاتحادات هذه خطتهم إن من 1/8 أبلش تمارين أبلش تدريبات أسوي إجراءاتي شهر ونص شهرين. إيه. أكمل موسمي لأن فترة التدريب من 6 أسابيع إلى 8 أسابيع. أيوة فشنو قاعد يقولون الحين نادي كاظمة ويا مجموعة الأندية يقولون لا أيوة إحنا معترضين على هذا الأمر لأن يقول أول شيء ما أخذت رأي الأندية بالموضوع. يعني هذا القرار خذيته بشكل منفرد بدون لا تاخذون راي الانديه وما يعني ما سمعتوا رايهم. هذا واحد. وهذا التجاهل مرفوض من قبل نادي كاظمه ومجموعه انديه. عندهم الملاحظات شنو؟ الملاحظات يقول لك ان ليه الحين ما بينت. هذه من ملاحظات نادي كاظمه. ان ما بينت خطه حركه الطيران. ايه فاذا ما بينت خطه حركه الطيران شلون بيجيب محترفيني بيجيب مدربيني بيجيب الستاف اللي عندي اللي هو من الخارج. ايه شلون بيجيبهم اذا مو بينه خطه عوده حركه الطيران؟ شلون راح يجون الكويت؟ إيه؟ هل يعني هالطاقم كامل من محترفين مدربين وغيره من اجهزه يعني. فيقول لك انه مو واضحه الرؤيه شلون راح اقدر استعين فيهم. هذا واحد. اثنين قاعد يطالبون ان بكره القدم اتحاد مطالبين اتحاد الكرة ان يقللون عدد المحترفين ل3 بدال 5. قالوا كلام فيها خالد الشمري. اي يبون 3 بدال 5. وطبعا هو اساسا 5 عشان احنا هم نكون واضحين اساسا 5 قرار خاطئ. اي نعم من الاساس انت تفرض 5 محترفين على الفريق يبقون 6 لاعبين كويتيين. فانت شلون تبني حارس مرمى يعني حارس مرمى فشلون تبني فريق شلون تبني شلون اللاعب يلعب خصوصا انت ما عندك يعني كثره المباريات بالضبط. فخمس محترفين جايب. إيه. وانا ما ادري ليش كان هذا القرار السيء للامانه سيء. 5 محترفين ايش خليت لي انا حق الشامبيونز هم قصدهم انه لما يشارك الفريق شارك تالي إيه. حتى الشامبيونز حتى دوري ابطال اسيا. إيه. انت بالاول شارك بعدين تحكى. وحتى لما تشارك وما يخليك تلعب 5 لاعبين داخل الملعب. صح. فانت تجيب 5 محترفين وتخلي 2 برا حتى بالشامبيونز. لا يبا قلل عدد المحترفين عطوا المجال حق اللاعب الكويتي اذا بتخصص مبالغ. وما ادري انا اذا كانهم زادوا مبالغ المحترفين اللي يصرفونهم ليا ولا لا للحين دينار لا للحين. بس انا اتوقع شوف ابو بشار الحين انت تيب 5 في بعض الانديه مع احترامي لهم. اوكي ترى مو كل لاعب محترف زين بالضبط بالضبط. انت الحين جيب 2 زين
اثنين زينين سوبر احسن ما تجيب خمسه مو زينين. يعني مثلا انا اجيب اثنين احتاج مثل الحين مثلا نادي القادسيه، نادي القادسيه يحتاج لاعبين قلب هجوم مثلا نص عنده نص منتخب يعني صح يحتاج قلب هجوم او اذا كان محمد الفهد او طرف مثلا يجيب اثنين سوبر. في بعض الانديه لو تقول لهم خمسه يجيب لك خمسه ما منهم فائده حتى يقعدونهم احتياط فتصير السالفه شنو؟ سالفه ماديه بالضبط. يعني انا اجيب واحد والله انا اعرف احد من الانديه مره جايب لاعب وزنه 85 ينزل اخر دقيقه اخر دقيقتين ويلعب علشان شنو؟ انه يربح منه الفلوس سمسار. فانت ما يصير الغي الخمسه عشان لا يصير فيها مشاكل وحط ثلاثه يا اخي بدال اثنين حط ثلاثه حط ثلاثه بس سوبر يعني يستفيد منهم اللاعب ويستفيد منهم اللاعب والهيئه ما تمشي له معاش لانه يعرف انه هذا فعلا لاعب لاعب يعني هم يروحون هناك البرازيل كوبا كابانا ما ادري شنو يقول لك اثنين اي شيء يقول لك تعال العب وهو ما يعرف يلعب كره قدم يدوس عليكم محترف لازم يكون يعني افضل من اللاعب. فنتمنى من اتحاد الكره يصلح هذا الاجراء الخاطئ اللي اتخذه وخلي اللاعب يستفيد خلي اللاعب الكويتي تبي تاسس اللاعب الكويتي بس ما ادري هم يعني نادي كاظمه قاعد يطالبون بالغاء الموسم الرياضي اللي هو 2019 2020 قاعد يطالبون بالغائه تماما ما ادري اذا الالغاء فكره جيده اصلا ولا لا ولا ان الاستمرار لان نشوف احنا حتى دول اوروبا ودول العالم خلاص ببلشون اعتقد باكر بتبلش مباريات بالدوري الاسباني واعتقد الاسبوع الجاي الدوري الانجليزي فاعتقد الامور شغاله يعني انت بدام فتحت المجال هذا حط قوانين مثل قوانين المساجد مثل قوانين عادي بدون جمهور وحط حق اللاعب انه يعقم نفسه وهذا. أمس أقول حق عزيز عن الاتحاد الإسباني نقل المباريات راح يصير النقل التلفزيوني راح يصير في مؤثرات صوتية صوت جماهير وراح يصير في جمهور افتراضي يحطون لك يعني المدرج يحطون لك كنا مليان وهو مو مليان فعليا فهذه من خططهم عشان يعني بث روح الحماس عند المشاهد مو عند اللاعب عند المشاهد نيشوف أجواء كروية ويا صوت جماهير على سالفة على سالفة النادي علي أي. مرة كنا نلعب مباريات اوكي فقبل النهائي قادسية اللي حمد صالح حطها براسه اي قبل النهائي جينا معدينا الإدارة يعطونا فلوس انا عبد الله بران وبشير وحسن سلمون حلو كبارية الفريق اوكي كل واحد نعطيكم 1500 2000 المهم المبلغ اللي هو اذا تأهلتوا لا تأهلنا الحين اي اوكي خلاص فالحين بيعطونكم فاحنا صراحة يعني يعني ما كنا ضامنين انه بيعطونا اوكي كان انا اتصدر المشهد على ابونا كابتن الفريق حلو اي كان اقول لهم بشوفه انتوا خلكم علي ما لكم شغل انا اتصرف انا كابتن الفريق وكابتن الفريق مثل رئيس النادي داخل الملعب فقلت لهم انا لا حد ياخذ شيء الا ما يعطونا المباراه مهمه ما اقدر بعدي خمس لاعبين يقطونهم احتياط نهائي القادسيه نهائي الدوري 99 2000 كان يقول لي خلاص بكميل المهم مالك بالطويله كان اقول له خلاص يانا يعني ما بيذكر سامي عضو بالنادي تمام قلت له شوف ما راح نلعب الا لما تعطونا فلوسنا اللي معادينا من اول الدوري لحين ما اعطيتونا اي كان يروح يقول حق الرئيس اوكي والرئيس يانا اوكي كان يعطونا اظرف فيها وايد يعني حمشه كذي يعني ظرف مليانه ملياني حلو مليان الظهر اعطانا اياه الظهر اعطانا اياه لعبنا المباراه العصر هذا حلو حطيناه بكل واحد حطه بالسياره وقفل عليه المهم لعبنا المباراة خسرنا 1-0 حمد صالح دقيقة 90 قول يينا نفتحهم بالليل أو أعتقد يوم الثاني ولا معطينا 25 كابون قرية الطفل الترويحية يلا يلا صد قسم جد مالت النادي مالت النادي القرية صح اي تونس سواري عشان شي خسرنا النية كانت تعبانة المهم قلت لهم لا تاخذون منها ولا شيء راح نردها وراح ناخذ فلوسنا اوكي المهم اعطونا فلوسنا بعد فتره وما ردينا هذه يعني اعطونا الصراحه اعطونا فلوسنا بعد فتره اثاري حسن سلمان شو مسوي؟ لاعب فيهم كلهم 25 باقي اثنين باقي كوبونين مستخدمهم صدق رايح القريه هو يلعب مو متزوج الظاهر استفاد منهم استفاد منهم ويا الفلوس خذ هذا نطر على الفلوس بس خذ شو اسمه اقول لك اليوم اليوم رحت تقرير صحي طلع اي تقرير صحي طلع الدزولية اوكي الساعة كم اليوم طلع التقرير اليوم الساعة 1:15 احنا بنحسب ثنتين الاربع او ثنتين الاربع عفوا بنحسب امس 48 1:10 اليوم ثنتين الاربع ما ادري يا نتمنى تثبيت الموعد يعني anyway. اي حالات شفاء اليوم تقرير صحي 1126 حالة تعافي جديدة والله الحمد في دولة الكويت اوكي الإصابات اللي تم تسجيلها اليوم
بس خنقارن دائما خنقارن بأمس على أساس إن نكون تكون الأرقام واضحة. أمس كانت حالات شفاء 920، اليوم حالات شفاء 1126. أي. طيب أي. حالات الإصابة اللي تم تسجيلها أمس 630 من أصل 3218 مسحة. اليوم حالات الإصابة اللي تم تسجيلها 683 من أصل 2871 مسحة. ايه. فاليوم الأعداد يمكن ارتفعت أعداد الإصابات عن اللي كانت أمس. أمس كانت 630، اليوم 683، الله يشافيهم جميعا إن شاء الله. حالات الوفاة اللي تم تسجيلها اليوم حالتين وفاة. حالات العناية المركزة الله يرحمهم برحمته اللي توفى، وحالات العناية المركزة 193 حالة. المصابين حسب الجنسية 274 مواطن كويتي، 130 مقيم من الجنسية الهندية، 58 من الجنسية البنغلاديشية، 51 من الجنسية المصرية، وبقية الحالات من جنسيات أخرى. المصابين حسب المنطقة الصحية 257 من منطقة الفروانية الصحية، 160 من الأحمدي الصحية، 111 من الجهرة الصحية، 103 من حولي الصحية، و52 من منطقة العاصمة الصحية. أعلى المناطق السكنية تسجيلا للإصابات منطقة جليب الشيوخ 99، منطقة الفروانية 42، منطقة خيطان 30، منطقة حولي 27، منطقة الرقعي 26، ومنطقة سعد العبدالله 23. بهذه الأعداد يكون إجمالي حالات الإصابات اللي تسجلت بدولة الكويت من أول الإعلان عن هذا الفيروس 33823. الحالات اللي تشافت 23288، وهذا معناته أن الحالات اللي تلقى العلاج حاليا 10260، بالمقارنة ويا أمس كانوا 10705، اليوم وصلوا إلى 10260 حالة تلقى العلاج. هذا بالنسبة للتقرير الصحي المحلي. عالميا 3,619,967 تشافوا من هذا الفيروس والله الحمد. الإصابات 7,342,555. على مستوى العالم الولايات المتحدة هي أكثر دولة تسجيلا للإصابات، البرازيل بالمركز الثاني، روسيا بالمركز الثالث، بريطانيا بالمركز الرابع، الهند بالمركز الخامس، وإسبانيا بالمركز السادس. أما بالنسبة حق الدول العربية فأكثر تسجيلا للإصابات هي المملكة العربية السعودية بالمركز الأول، قطر بالمركز الثاني، الإمارات بالمركز الثالث، مصر بالمركز الرابع، الكويت بالمركز الخامس، وعمان بالمركز السادس. فهذا بالنسبة حق تقريرنا الصحي وتفاصيله. حق اللي كان يستفسر يمكن الأرقام بالكويت إن شاء الله في نزول. حالات التعافي اليوم زادت، إيه نعم حالات الإصابة اليوم زادت عن أمس لكن زيادة طفيفة، وحالات التعافي الحمد لله أيضا زادت عن أمس، والحالات اللي تلقى العلاج إن شاء الله تقل شيئا فشيئا وقاعد تقل باستمرار يعني طوال الأيام اللي فاتت، وإن شاء الله الهدف أن تكون أقل بآخر يوم من أيام الأسبوع باكر. نسمع مطرف المطرف. أيوة. ونرجع. يلا. ولا راح الأمل، ولا راح الأمل. علي خاجة، فهد كميل، بالديوانية. أي أبو كميل؟ أي أبو بشار؟ يمكن تكلمنا عن موضوع الرياضة وموضوع طلبات الأندية وبعض اعتراضات الأندية على موضوع عودة الرياضة وشلون بتكون. الدكتور محمود فليطح بضاري ويانا، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، حياك الله ويانا دكتور. يا هلا أخوي علي، شلونك؟ الله يسلمك. أنا الحقيقة سعيد أني أتكلم معاك مع الأخ العزيز فهد كميل. حبيبي دكتور، كان فرصة طيبة اليوم. أنا راد من الدوام، كنت أتابع بالرادو، سمعتكم أنه تناولت الحقيقة موضوع يعني جديد أن الواحد يتداخل ويعني يوضح الصورة، خصوصا الوضع الرياضي والشأن الرياضي يهم شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي. أكيد. طبعا ما يخفى عليكم احنا اليوم بالوسط الرياضي واللي يشمل قطاع كبير من اللاعبين والجماهير المحبة، احنا أول من تفاعل لما بدأت جائحة كورونا، ويمكن أول من اتخذ قرار في وقف النشاط. صحيح. أو وقف أي عمل احنا بالكويت، يعني حتى قبل لا توقف المدارس أو توقف الأعمال. وأتذكر كان في تاريخ 24/2، وحتى وقتها كان في مباراة لغاتية مع فريق. أيوة كان في مباراة لغاتية. بالضبط. وقفنا هذا حرصا على المصلحة وبناء على التعليمات الصحية اللي جتنا من وزارة
الصحه. واستمرينا الحقيقه في تنفيذ كل الاجراءات الصحيه والتوصيات الصحيه المطلوبه، ونشكر الحقيقه من خلالكم الانديه والاتحادات اللي تفاعلت مع هذا الامر. اليوم الوضع بدا يتغير، الوضع بدا يتحسن شوي شوي، الدوله بدات تنفتح. احنا الان تزامنا مع هذا الامر، احنا تدرون عملنا لجنه ثلاثيه مشكله من الهيئه العامه للرياضه ووزاره الصحه واللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه هي المشرفه على الاتحادات والانديه الرياضيه. وطبعا اليوم الدوله كلها ترى يعني في جميع قطاعاتها تمشي حسب توصيات وزاره الصحه. يعني مثلا اليوم الموظفين ليش ما يداومون؟ لان في قرار من وزاره الصحه ان وجودهم وتغربهم البدني ربما يسبب مشاكل. ليش الأسواق تسكر؟ ليش كذا؟ كله بناء على توصيات صحية. توصيات صحية. نعم، احنا قعدنا مع الأخوان في وزارة الصحة. قلنا يا جماعة شنو الوضع الآن؟ شو اللي تشوفونه؟ يعني هل نستمر؟ شو اللي نعمل؟ بلغونا التالي أنه يبقى النشاط الرياضي كمنافسة كبطولات لا تقام إلا مع بداية شهر 9. لأن حسب رصدنا وحسب توقعاتنا أن في ذيك الفترة الوضع يكون آمن إن شاء الله بالكويت. بحيل الله. نعم زين، شو المطلوب الآن حق الأندية أو حق الاتحادات أو حق الأندية المتخصصة؟ هل في عائق أن يقومون بتدريباتهم؟ فحسب كلامهم حسب طبعا هذا كلام مذكور في تغرير مرفوع الآن في مجلس الوزراء أن ما في مانع من عودة التدريبات وخصوصا للألعاب الفردية. يعني بدءا بالألعاب الفردية، ركزوا على الألعاب الفردية كبداية بدءا. لأن احنا اليوم خلينا نكون واقعيين، لو اليوم ما في كورونا اكو فريق يلعب شهر 6 شهر 7 او يتدرب؟ هذا فيه كم لاعب عندك؟ صح. كل انشطتهم الالعاب الجماعيه تبدا بعد شهر 8 شهر 9 استعداد الموسم الرياضي. الالعاب الفرديه اليوم عندنا ابطال رمايه، ابطال وصل الاولمبياد، عندنا لاعبين العاب قوه، عندنا البولينج، عندنا انديه متخصصه كثيره اساس لعبتها فيها تباعد، التنس الارضي، تنس الطاوله، كل هذه الامور شو المانع ان يسعفوا نشاطهم كتدريبات؟ انا اتكلم مو كنشاط تنافسي، كتدريبات. لان اليوم تخيل الرامي مثلا احد الرماة اللي يلعب بالاولمبياد مبتعد عن الرمايه 3 اشهر، صح ياثر على مستواه ولا لا؟ اكيد. من هالمنطلق حطون للان وزاره الصحه معايير معينه واشتراطات، اذا طبقتها الانديه لا مانع من عوده التدريبات. أنا الحقيقة أستغرب أن في نادي ناديين ثلاثة من أصل طبعا 60 نادي عندنا ما بين نادي شامل ومتخصص هم اللي أبدوا اعتراضاتهم. وللعلم عشان تكون بصورة بعض الاعتراضات منطقية. أي في اعتراضات وجيهة، هذا اللي أنا أقول لك إياه بالضبط. لا لا لا، أنا أقول لك، أنا أقول لك في اعتراضات بالعكس، يعني في أصلا في اعتراضات أنا ماني طرف فيها كهيئة. يعني اليوم لما تقول لي عدد المحترفين، هذا عمل بينك وبين اتحاد القدم، صحيح. وانت عضو جمعيه عموميه، فيه من حقك تناقشه، من حقك تقول والله ابي خمسه ولا سبعه ولا اثنين، ولا ان شاء الله تقول ما ابي محترفين بالمره. جزئيه المدربين بضاري، جزئيه المدربين. نعم. واللاعبين والستاف اللي يتطلب استقدامه من الخارج، وحركه المطار ما اتضحت الى تمام. مو هذا الكلام انا ما لومكم لما تقولونه، ولكن حسب اللي قعدتنا مع الاخوان في وزاره الصحه ان في منتصف ربما الشهر القادم راح ترد الحياه الطبيعيه للمطار. يعني هذا اللي قاعد إذا الخطة اللي إذا حسب الخطة الموضوعة. فبالتالي ما عندنا مشكلة بهالشيء. يعني حتى الحين أي نادي عنده لاعب محترف وعنده مدرب أصلا ما يجيب إلا في شهر 8 عدل. عدل ولا لا؟ صح. فبالتالي بعضهم متأخرون بعد بالضبط. وإحنا ماشيين بهالخطة، يعني ويعني الشيء اللي مطمنا أن اليوم ما نتخذ أي خطوة إلا بموافقة وزارة الصحة صراحة. يبقى عاد موضوع ثاني أن أندية مثلا الطالب في إلغاء النشاط، إلغاء الدوري كله. هذا وين صارت؟ يعني أنا أول مرة غريبة هذه، يمكن تكلمنا فيها أن إلغاء المطالبة بإلغاء الموسم الرياضي كامل. يعني أنت تلاحظون الحين بأوروبا لجوهم مناسب راح يستمرون، يعني وبدت الدوري الألماني بدأ، وعندك الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني يمكن نهاية الأسبوع راح يبدون. احنا مثل الكويت لان جونا غير مناسب، ربما يرى اتحاد كره القدم ان يستأنف الاربع مباريات او خمس الباجين مع بدايه الموسم القادم. انما عمليه الالغاء هذا يعني انا اول مره اسمع شيء اسمه الغاء نشاط. اي المطلب نوعا ما غريب، لكن يمكن في جزئيه هم ركزوا عليها او وردت في بعض البيانات، هو الاسترشاد باراء. نعم. الانديه، هل يتم التواصل ويا الانديه قبل اتخاذ القرارات؟ اخوي علي، انا من ناحيتي كحمود انا دائما متواصل مع الانديه. بس فيما يتعلق هذا الامر احنا كلفنا اللجنه الاولمبيه مع الانديه
يعني اللجنة الأولمبية عندها مراسلاتها معاهم، يبقى النادي اللي ما تفاعل معاه مشكلته هذه، هذا مشكلته. فإحنا اليوم رأي الاتحادات ورأي الأندية هذا نفسه من اللجنة الأولمبية، هذا الرأي الفني. ليش حطينا اللجنة الأولمبية ويانا باللجنة؟ إحنا ما ين الحكومة اتخذنا قرار دون الرجوع للوسط الرياضي والغائمين عليه. ولكن أنا أقول كل الملاحظات ظل محترمة، ولكن يعني أنا أستغرب أن اليوم يعني واحد يطالب ما يبين عودة نشاط طرد. خلينا نكون واقعيين أخوي علي، أنا أقول لك صريح العبارة، اليوم أنت عندك بسموح لك الطلعة من بيتك أو تمارس حياتك بشكل طبيعي من 6 إلى 6، وحسب الخطة اللي حطوها الحكومة في بعد أسبوع 10 أيام راح تكون للساعة 9 بالليل للمرحلة الثانية. زين، لو فرضنا أنه ما في قرار الحين، ما أخذنا قرار، من يمنع اليوم فهد كميل أنه يروح نادية ويتدرب؟ صح. من درى عنا أصلاً؟ صح. من درى عنا؟ صح ولا لا؟ هنكون واقعيين. حدث العاقب وما يعقل. إحنا نقول لا يبا بدال ما يروح هذا يتمرد عليه ويروح يتدرب بدون حد يدري عنه. لا لا، أنا بحط عند نادي شراطات، لازم نسوي له فحص، لازم يلبس كذي، لازم اللي يخدم عليه عامل كذا، لازم كذا، يعني حتى في الشراطات اللي حطتها وزارة الصحة. يعني وضعنا لازم نتعايش مع الفيروس هذا، ولازم نعيش، ولازم نمارس حياتنا، ولازم نرد على وضعنا طبيعي. ممتاز ممتاز كابتن حمود فليطح مدير عام للهيئة العامة للرياضة، كل الشكر على هالتوضيح هذا. الله يحفظك. نشارككم نشارككم طبعا بهذه الجهود، ونشد على يدكم في اي جهود، وايضا توضيح الصورة وشرح وجهة النظر او وجهات النظر، كل الشكر لك على تواصلك في البرنامج. الله يحفظك. مشكور دكتور، وان شاء الله تحسن ظروف ونلتقيك بالاستديو ان شاء الله. وانا اي وقت ترى على فكرة، يعني انا مثل هالامور اللي تهم الوسط الرياضي تليفوني موجود عندكم، اي وقت تبوني تبون الاقصى قرمولة اي واحد من المسؤولين نوضح الصوره، لان انا ما ودي انه ينغل عن عبر وسائل الاعلام سواء المرئيه او المسموعه بعض النقاط واحنا ساكتين ما نتحكي. صح، لازم احنا نوضحها. يمكن انا حظي اني بالسياره مساء سمعتكم صراحه. لا دكتور والله شهادتنا فيك مجروحه دكتور. الله يحفظكم، الساعه المباركه، جواك الله، حياك، مع السلامه. وضحت ابو كميل، اي طبعا وضحت، ويمكن هذا التواصل. هي اللجنه الثلاثيه هي اللي تحدد، يعني وزاره الصحه الان هي نقول رقم واحد، يعني لان بما في وباء هم اللي يحددون، يعني يعطونهم ارشادات ما ارشادات حق المساجد والاخري. فالدكتور وضح الامور هذه مالت الرياضه ويقول لك كل راي تحترم. ممتاز ممتاز. اقول لك اليوم رحت بعض الأفرع بالجمعيات التعاونية، طبعا كل جمعية تختلف عن الأخرى في افتتاح أو إعادة افتتاح أفرع الجمعية. شلون؟ يعني بعض الجمعيات ما افتتحت الأفرع كاملة، قاعد تفتحها بالتدريج من داخل، يعني أفرع الجمعيات اللي هي أفرع القطع، ايه اللي هي جمعية صغيرة، ايه مثلا ايه الأغراض الصغيرة اللي ذاك اليوم يمكن سولفنا انه في احتياجات ما يحتاج ما يحتاج موعد الكبيرة وكذي. بعض الجمعيات افتحت كل الأفرع، بعض الجمعيات لا والله قاعد تفتح بالتدريج والعملية مستمرة بهذا الشكل. طيب محمد انطر علي ارد عليك. اليوم رحت فرع جمعية السلام، اعادوا افتتاح الافرع بجمعية السلام، فرحت الفرع اللي يمي، حاولت ادش، كان يقول لي موعد، قلت له هذا فرع ليش اخذ موعد؟ كان يقول لي ايه الافرع مواعيد بعد. الافرع صارت مواعيد، الافرع مواعيد. فانت يعني أنا أبي أشارك الناس، ما أدري أنا لي رأي بالموضوع، بس أنا أبي رأي الناس بعد بهذا الموضوع، أن أفرع الجمعيات هل فعليا أنتم برأيكم تحتاج أن ناخذ لها موعد، ولا أن تشوفون لا والله أفرع الجمعيات خل تكون مفتوحة للناس بشكل عادي، والجمعية بس الجمعية السوق المركزي الأساسي هو اللي يكون بمواعيد، وتكون في وقاية، ويكون في وقاية، ويكون في فحص، ويكون في كل هالإجراءات هذه. فهذا اللي نبي نعرفه من الناس على 22-20-90-4، نسمع منهم. بس نطلع نطلع بريك ولا ناخذ الاتصالات الحين شعلة؟ نطلع بريك بس ونكمل ويا الاتصالات. ايش رايكم افرع الجمعيات تكون بمواعيد ولا من غير مواعيد، تقتصر المواعيد على الجمعيات التعاونيه؟ هذه اغنيه حق نوال، اي جديده ولا قديمه؟ صار لها سنتين. دام 2019 دام الحان مشعل صار لها سنه جديد وحلو. نوال دائما متعلق شغلها اللي تقدمه جميل. فهد كميل وعلي خاجة بالديوانية
اي ابو كميل طبعا اليوم انت للحين ما اعطيتنا حكمه. عندي والله ننطرها ننطرها بس عقب ما ناخذ الاتصالات. عندي حكمه، عندي قصه، عندي خواطر، عندي شعر. كيف منوع اليوم؟ الله يسلمك. كل يوم بس انت ما تعطيني فرصه اني انا ادلي بدلوي. كل الفرص لك. كل الفرص لك. المهم نذكر بسؤالنا، قلت لك اليوم انا حاولت اروح سؤال مهم افرع الجمعيات اليوم ولاحظت ان يطلبون موعد حتى حق فروع الجمعيات. الفكرة من الفرع يعني بس عشان نوضح حق الناس على 22-20-90-4 أنا بنسمع رأي الناس. هل الفروع تحتاج مواعيد؟ أنتوا تتفقون ويا أن تكون بمواعيد ولا أن تكون مفتوحة بس يكون في إجراءات وقائية اللي هي الفحص، فحص الحرارة وأنك تلبس الكمام والتسوس وغيره؟ تبي تسألني أنا؟ بسألك بس هو الفكرة عشان تكون واضحة، الفكرة من الفروع ان انت تاخذ الاحتياجات الضرورية يعني او مو الضرورية، شغلات يمكن تكون بسيطة مو متوفرة كل المنتجات بالفروع، يعني الفروع تكون جمعية مصغرة يعني. صح. رأيك انت شنو؟ انا رأيي حتى الجمعية الرئيسية بطلون بدون مواعيد. اي تكون بأعداد معينة يعني؟ بأعداد معينة. اي زين ان تبطل. لا تدري انت كل ما تسكر شيء يصير يعني شلون يصير الناس ودها تتوجه. اي تبي تتوجه لها. ليش سكيت انا؟ هذا شيء زين لي. فهمت قصدي؟ خلها مفتوحه عادي مع الوقايه. هم وجهه نظر بس خلنا نسمع احنا على موضوع الفروع الحين على 22-20-90-4. هل تتفقون ان فروع الجمعيات تكون بنظام مواعيد مثل ما هو مطبق حاليا من قبل وزاره التجاره او ان تكون مفتوحه للجمهور بشكل عادي من غير مواعيد؟ عبد الرحمن شو تقول؟ مساكم الله بالخير. هلا والله. هلا يعطيكم العافيه. هلا والله ابو فهد. يا هلا فيكم يا عبد الرحمن. انت على اسم يعني ولدك يعني ولدي سميك قالها صح اليوم. اليوم الوحيد اللي قلتها. هلا ابو فهد. هلا فيك. عطنا شو تقول يعني انت؟ انا للامانه اتصلت على يعني اول ما شكر احمد زيتخ الاستاذ الكبير احمد زيتخ. يعني انا بتكلم اول شيء اذا تعطوني مجال اني اتكلم بخصوص الرياضه يعني. بس مو مجال كبير لان دشينا بسؤالنا الحين عبد الرحمن، بس اذا تبي تقول بشكل مختصر لا باس. انا للامانه متابع جيد حق الدوري الكويتي وغساوي. زين كفو. احنا يعني كل مره يبلش الدوري شهر 9 تقريبا. ليش ما يعني يكنسلون هذا الدوري؟ يعني حتى هذه فرصة حلوة حتى حق المنتخب وحق الناشئين إن يوقفون الدوري ويركزون على تدريبات الناشئين والمنتخب يعني. عندنا تصفيات عبد الرحمن. تصفيات كأس العالم كأس آسيا. تصفيات كأس العالم يعني، فليش يكنسلون الدوري؟ شنو الفكرة إن يكنسلون الدوري دام في تدريبات يعني؟ يعني فرصة يعني حق الشباب يعني. هو قصده عبد الرحمن انه في حتى 78 لما هولندا وقفت عن التدريب سنتين بسبب انه ما جابت نتائج فسووا يعني اكاديميات وكذا وصلوا نهائي مع الارجنتين اللي فازوا فيها الارجنتين 78 يعني. فهو يعني قصده يعني نوقف ونحط يعني. انت فهمت قصدك بس عشان التصفيات شو اسمه. بعدين هو قال دكتور احمد فليطح مع الصحه هم الارشادات اللي اعطاهم الصحه. هاي هم اكيد لهم نظره. احنا نعم. بالعكس يعني احنا اللهم متابعين ومحبين للكره. شرف فيك يا اخي. زين ايش رايك بموضوعنا اليوم او سؤالنا اليوم؟ موضوع احس موعد ما يحتاج حق فرق يعني حق جمعيه. أوكي. لان الجمعيه استهلاكيه اكثر من الفرق يعني الفرق تبي شغلات يعني زيادة. بسيطه بس يعني بسيطه مو ضروري. اجراءات وقائيه ومو اكثر من مثلا 6 أو 7 عدد معين وخلاص. قواك الله عبد الرحمن. مشكور. يعطيكم العافيه. مشكورين. مشكور. ابو محمد وياك ابو كميل. ابو محمد. هلا ابو كميل. هلا بالحبيب. هلا ابو محمد. الله يسلمك. يسلمك يا ابو محمد. يا اخي يا ابو بشار خلي يدي بدلو الرجال. اي والله ما خلي يدي بدلوي. ما ادري ايش في كله متعدد المواد. متعدد. هلا ابو محمد. هلا ابو محمد. هلا والله. الله يخليك. اول شيء بالنسبه للجمعيات. اي الافرع طبعا احنا الافرع اللي عندنا بالمنطقه مفتوحه اوبن بدون مواعيد بدون اي شيء. من اول ما فكوا الحظر الجزئي يعني الحظر الكامل وصار جزئي الافرع عاديه تقدر تدشها لان افرع اساسا ما فيها ذاك المواد اللي موجوده بالجمعيه الرئيسيه يعني عادي بدون موعد تقدر تروح بس طبعا بالدور
طابور ونفس يعني الالتزامات، تحط الكمام والحرارة والدش داخل، والعدد طبعا يعني قليل يكون داخل. هاي بجمعية الدسمة عدل؟ اي الدسمة، ايوه محمد، اي ابو بشار. فتلقى في 10 او 15 واحد يخلصون شغلهم ويردون يطلعون يدشون البقية. طبعا ما في ازدحام على الافرع، لان قلت لك كل المواد الرئيسية موجودة بوين؟ الجمعية الرئيسية، رئيس الجمعية الرئيسية. هنا يحطوا لك شغلات يعني الاحتياجات البيت. فهذا هذا فانا اتمنى مثل ما قال ابو كميل يا اخي افتح. ترى عندنا بالكويت كل ممنوع مرغوب، انت تمنعهم يونك العالم يركضون على الممنوع. صح والله العظيم، صح فخلك. لكن لما تفتح يقل العدد، اي يقل العدد. بعدين خلي يا اخي خلها مرتبه مثل ما كان، مثل حاليا شلون مرتبه، خلها مرتبه ما في مشكله. وبعد اهل المنطقه اللي قاعد يشوفوا، مو غريب، ما حد قاعد يجيك من برا اساسا. كلام صحيح، وضحك. يعطيك العافيه ابو محمد، حبيبي، ما تقصر. حبيبي حط بالك يا ابو بشار على ابو كميل، حبيبي يا ابو محمد ما تقصر. في مقلتي، مقلتي المغ هذا مات البيض مو شنو؟ اي بلى اي بلى. يوسف هلا ابو بشار، حياك الله كميل، مسي عليك يا ابو. هلا والله، نبي يرد الدوري، نبي القادسيه ابو بشار، نبيهم اشتقنا لهم والله. ابن انا بالنسبه لي منطقتنا احنا القرين مفتوحين للفروع من غير مواعيد، من غير مواعيد ترى، بس موقع وزارة التجارة في مواعيد فروع ترى. صح، اي في خانة مواعيد الفروع. اي اي بس لاز، بس احنا عندنا فروع. اي صوب القرين، اي منطقة بالضبط؟ القرين نفسها، القرين نفسها، القرين نفسها. الفرع يعني قرين مبارك كبير طبعا، لان هم جمعية واحدة، ف مفتوحين وعادي، وحتى والله ماكو زحمة يعني، ترى ما قليل تلقى واحد اثنين داخل الفرع. فما في ما في يعني ما في ما في ما في داعي يعني، وما في داعي مواعيد يعني، وش ابي ياخذ من الفرع يعني؟ بالضبط بالضبط، ناقصه ملح، ناقصه باتري، ناقصه ما ادري شنو. صح صح كلام، عرفت؟ صح كلام. يعني مساله وايد بسيطه يعني، ما تحتاج. وهذا اللي احنا يعني اشدنا فيه، نقول يعني اساس انه اذا واحد يبي شيء بسيط مثل ما قال ابو بشار، ما له داعي يروح الجمعيه، بياخذ. لا الظاهر هم جمعيه السلام، مقطع كلام خير ابو كميل، جمعيه السلام الظاهر عشان في موقع بالموقع التجاره، فيخافون وزاره التجاره تكلمهم او يعني تحرصا منهم يعني. خلينا نشوف من الناس، هل في جمعيات اخرى؟ انا جمعيه السلام واجهت هذا الموضوع، او لا احنا القرين مبارك كبير اوبن. اي والدسمه هم قالوا لنا ان الفروع مفتوحه من غير مواعيد، ما ادري اي واحد يسمعنا الحين من عنده فروع الجمعيات تاخذ مواعيد، يا ليت يكلمنا من اي منطقه، يا ليت يكلمنا، بس عشان نعرف منو قاعد يطبق موضوع المواعيد على الفروع، ومنو اللي مو قاعد يطبق هذا النظام، وشو النظام الافضل مع مواعيد ولا غير مواعيد على 22 20 90 4. ابو احمد وياك. ابو احمد هلا والله، شلونك؟ سلمك يا ابو احمد، الله يسلمك، الله يعافيك. هلا ابو احمد، انا مع ان الدور حق المواعيد في الرئيسي والافرع بدون مواعيد. الحين انت اي جمعيه يا ابو؟ اي منطقه؟ اي منطقه؟ احنا في الشاميه. زرت افرع او شيء؟ لا لما الحين ما اوكي، يعني ما تدري اذا كان يعني مفتوحين ولا اونلاين ولا شيء؟ لا لما الحين ما ندري. انت مع بس انه شنو، مع شنو انه الجمعيه مواعيد بالضبط، والافرع يفتحونها والافرع يفتحونها. الله يعطيك العافيه ابو احمد، شكرا. سمي علي، هلا هلا سمي، هلا حبيبي، شلونك؟ الله يسلمك، طيبه. سلمك علي، انتو بالزهره عدل؟ انا الزهره، ومن شوف صباح السالم، وين تري منتشر؟ انزين ما شاء الله، حاليا ساكن صباح السالم. انزين على المزدوج رحت الفروع؟ شوف صباح السالم الفروع عاديه بدون مواعيد. اوكي اي، بس انا اقول لك انا من رايي صراحه الجمعيات تظل على المواعيد. اوكي، لان لو مو مواعيد انا اقول لك من الحين راح اروح جمعيه مشرف، انا بطاقتي على الزهره اي وساكن صباح السالم، بس راح اروح جمعيه مشرف اذا بدون مواعيد، وبيتنا كلهم صباح السالم راح يروحون مشرف، وغيرنا وايد صباح السالم راح يروحون مشرف، راح انزل طقه على مشرف. يعني إيه، فأنت مع استمرارية المواعيد على الجمعية الرئيسية، لكن الفروع ما تكون بمواعيد. إيه الفروع مو بمواعيد، وبصباح السالم الفروع مو بمواعيد. لا مو بمواعيد. عندك خبر عن مشرف أو الزهرة؟ مشرف الربع ذاك يوم الفرع اللي كان عندنا بقطع ثلاثة إيه موعد، بموعد قطعهم مدنية كانت. أوكي أوكي، حتى الأفرع يعني إيه، حتى الفروع حتى مشرف مطبق نفس النظام. مشكور السمي حبيبي، وسلم على الربع حبيبي. احمد يا هلا. هلا والله احمد، شلونك ابو شهاب؟ والله الحمد لله، شو اخبارك؟ الله يسلمك حبيبي يا احمد.
قول لي. انا والله مع المواعيد بصراحه، لان ما نحطت الا سلامتنا ومنع العدد. انت شوف ما شاء الله الشباب كل ما ضاق خلقهم راحوا الجمعيه، ماكو شيء ثاني. ماكو شيء ثاني. اي فانا مع التقيد بالعدد، لان تدري المرض سريع الانتشار يعني. حتى بالفروع؟ والله الفروع على حسب المنطقه، يعني في بعض الفروع بعض المناطق المجاوره سهل انها تجي عندك، مثل الروضه، مثل المشرف، مثل كذي. فانا انصح ان بعض المناطق تكون بالمواعيد. انت اي منطقه؟ انا الروضه. روضه عندكم الفرع مفتوح؟ والله انا ما اروح الفرع ولا اروح الجايه، متخيل باشتراطات الصحيه. زين تسوي والله. والله زين تسوي والله. شلون زين؟ من جايب لك ماتش السايق؟ لا ماكو سايق والله. مرات يكون يعني شلون، احنا جهزنا ايام اول ومعتمدين على المؤونه اللي موجوده. المؤونه موجوده. تبيتكم على الشارع؟ تقدر تقولها. جواك الله، جواك الله. ليش قاعد اسالك؟ لاني مشتي اشتري ست بيوت بالروضه. اي قلت لي لا الروضه يعني عندك الحين احمد توك، احمد كان اسمه صح؟ احمد بالروضه الحين. خلينا نشوف فرح بعد. فرح يقعد توني اسالك. ما دقت بعد. ما ايش فيها فرح؟ ما ادري ايش فيها. خالد. هلا. هلا والله. هلا بوليد. شلونك؟ تمام، شلونك انت؟ هلا بالشباب. هلا بالحبيب. هلا بالحبيب. يحفظكم ربي ان شاء الله. قولوا امين. امين يا رب اجمعين. وياك اجمعين ان شاء الله. يلا شوف، احنا ودنا بالجمعية العودة. اي اوكي. بس الجمعية العودة امر، انت تقول له 50 نفر. ايه. الطالع 100 داخل. تعال انا تدري من الساعة 12 الا ربع توني طالع من الجمعية، ايش رايك؟ من 12 الا ربع توك طالع من الجمعية. 12 الا ربع تدري شلون الطابور؟ هالمشكلة. تقدر تروح البيت وترد وبعد ما ياكل. يعني الجمعيه شنو؟ مو مواعيد يا خالد؟ مواعيد وهم طابور؟ هم زحمه، لان احنا جلست معانا جمعيه قرطبه. اوكي، لان كان في اصابات هناك. قرطبه سكرت. اي. وهلا وربعها علينا عيال. عشان كذي هذا سبب الزحمه. والافرع مفتوحه؟ ها؟ الفرع مفتوح؟ لا بيفتحونه الحين. كلمنا الإدارة مساء، لا كانوا مسكرين. إيه. كلمنا الإدارة يعني مو معقولة واحد يقعد ساعتين وشوي عشان دور. صح. قال الحين خلاص نبي نفتح الفروع إن شاء الله من الأسبوع الجاي. عادك يا السبت يا الأحد، أنت وحظك. بحيل الله، بحيل الله. يعطيك العافية، يعطيك العافية. جواك الله. مشكور يا خالد. جمال وياك. جمال مرحبا. مرحبا يبا. هلا اخوي جمال، شلونك؟ كيف الحال؟ شلونك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. هلا جمال، قول. انا بس عندي اقتراح. ايه. يعزز من عمليه اللي هو التباعد ويخفف الوضع، حتى لو كان ممكن تكون زحمه. يا ليت في الجمعيه يرسمون مسار على الارض، بحيث ان اللي يدش يمر على كل الخانات في الجمعيه بدون انه يرجع، واخر شيء تنزله في منطقه الكاشيريه، عارف؟ فيصير بهالطريقه ما حد يقعد يروح ويمشي مثل النجمه رايح بهالفرع وناسي بهالفرع، يمر على كل مكان وياخذ حاجته ويمشي، مثل سكه القطار على ما يقول. اي فهمت. يكون اسهم على الارض موجوده، يكون اسهم. ايه. وما ترجع فكره يعني والله. ما تي عكس السير، الخط تمشي وتشيل اللي تبي ويقطك عند الكاشيرية، عارف؟ أكو عملية الرجوع والتجمع هذه تخلي تعزز من عملية نقل العدوى. صح. عارف؟ بس شنو ضمانتك إن يصير في التزام إنه ما يرجعون؟ يصير في المتطوعين، يكون على تقريبا كراس يعني ممرين، يكون واحد يعني يحفز الناس إنه يمشي. أوكي. عارف، يصير في نوع من السيطرة يعني، ممكن يتم تحريك الناس بهالطريقة بحيث ما يرجع. ياخذ حاجته ويمشي. هم فكرة. هم فكرة حلوة. هم فكرة. وهذه أسلم يعني، مثل ما يحطون ساينز على الأرض في عادل. المسايد وفي بعض الأماكن يحطون ساينز، سام خلاص تمشي عليه ما ترد، نسيت اطلع ارجع مرة ثانية كيفك. أنت بأي منطقة؟ أنا في قرطبة. أي مفتوح الفرع عندكم؟ نعم. الفرع مفتوح؟
لا 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 مسكرين والجمعية مسكرة. أوكي. إي. أوكي. لأن مشكلة الجمعيات في بعض الأماكن يعني يصير في حشد من الناس، فتضطر إنك أنت تمر عليهم توقف واحد ملابس كمامة ولا شيء. إيه. وخاصة وين جانب الخضار يصير فيها هذا مكان رطوبة، هذا مكان يعزز من الفيروس. وضحت مشكور خوش اقتراح. فكرة أهم ممكن في ناس تروح وترجع شي. مسار محدد ايه؟ يكون صح. مسار محدد صح. داخل الجمعية ما تقدر عشان لا يصير فيه مشكلة تروح شي نفس لعبة الحين تروح جديد تروح جديد ايه؟ يعني عرفت انت واخر شيء ناس يدقوس شو تسوي تاخذ موعد ثاني لا شو تقول حق واحد اي لاين ثلاثة لا هو يمكن كنظام انه يسوي تنظيم اكثر لكن تحتاج تخلق هالثقافة بس انت لما تدش الخضرة بعدين تدش على مرات هذا المكرونة ما مكرونة بعدين تروح كذي وتلف على الشوكليت ما شوكليت كذي الناس كافيه ما شو بعدين تدش كذي على النقت مو النقت هاي يسمونها النت ايه مكسرات ما تعرف تقول مكسرات ايه بعدين تروح كذي ترجع مرة ثانية وتدش على التشيكن ما تشيكن المثلج اي الثلاجات بالنص يكونوا اي بعدين تكسر كذي وتدش على شنو الألبان ايه بعدين قصن البان وبعدين الصابون ها بعدين الصابون اي فتصير يعني دوخة والله أنا هي فكرة حلوة بس ما أدري يعني عشان نظامية لكن هي ترى كذي اي فهمت انت تدش كذي بعدين تروح ها انت الحين شو تبي احس انه ما ادري يعني هي زينه و يعني انت الحين راضي عنها ولا مو راضي يعني راضي ومو راضي فهمت شنو الاكثر مو راضي ضاري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الله بالخير هلا ضاري بالنور انا بخصوص الافرع انا ما ادري انا بحطين ما ادري اذا الفرع عندي بطل ولا لا اوكي بس عندي فكره الجمعيه انت مسوي باركود اي بعد 6 ايام تقدر تسوي باركود ثاني عدل فإذا الفكرة بالنسبة حقي إن الفرع ما تسوي سالفة 6 أيام أيوة. يعني اليوم أنا رحت الفرع بباركود أوكي. أقدر باكر أروح الفرع الباركود لأن الفكرة من التصريح والباركود إنه ما يكون في عدد معين من الناس نفس المكان نفس المكان فكون الفرع مكان بسيط في أشياء بسيطة أروح لك اليوم أعطيك الباركود عشان يكون في عدد محدود من الناس داخل الفرع وباكر تقدر تروح نفس الشيء اقدر اروح باستمرار اي اوكي أيوة. يعني ما في شرط المده الشرط المده يكون بس على الجمعيات والاسواق الموازيه هم معقول هم معقول قواك هذا سمعت الفكره انه اوكي تروح الجمعيه اي وقت مو بعد 6 ايام مو بعد 6 ايام بس اخذ موعد يعني روح الجمعيه ما روح الفرع اي وقت قصدي بس اخذ موعد على اساس انه بالسيستم يبين انه والله مثلا ان كل ساعه الفرع يقدرون يدشونه لنفرض او كل نص ساعه الفرع يقدرون يدشونه 15 واحد ايه. اوكي فلما تصير انت الشخص 16 ما راح تقدر تحجز هالفتره الزمنيه ايه. تحجز النص ساعه اللي عقبها اي صح عرفت فان هم ينظم العدد وبس ما يقيدك انا على شغله الباركود بعد نبهني ضاري على هالشغله واتمنى من وزاره التجاره ابو حمد ناصر المطوع والقائمين على الموضوع كان يسمعونا أنا اليوم مثلاً حجزت الجمعية اليوم حلو وجيت بروح بعد 6 أيام موعد الجاي بعد 6 أيام إيه فاليوم أيوم اليوم أربعة أقدر أروح الجمعية يوم الثلاثة الجاي إيه؟ إذا أنا اليوم رحت إيه؟ أقدر أروح يوم الثلاثة الجاي إنزين لما أنا أدش السيستم يوم الاثنين يقول لي لا ما تقدر تدش بس أنا ما أبي أحجز حق يوم الاثنين أنا داش السيستم يوم الاثنين بحجز حق يوم الثلاثة إيه؟ لا تقول لي ما تقدر بس لا تعطيني خيار يوم الاثنين اي لا تحجني يعني. اي يعني اوكي دخلني على السيستم بس اذا انا اخترت يوم الاثنين يقول لي لا ما يصير اذا اخترت يوم الثلاثة افتح لي اياه لان احيانا في ناس يبون يحجزون عقب انتهاء المدة بس يلاقي المكان مفول بسبت انه ما قدر يدش الموقع الا بيومه فنتمنى انه اوكي انت امنعني من الحجز بيوم الاثنين باليوم اللي هو مو يومي او قبل نهاية الست ايام وافتح لي يعني لا تعطيني انه لا يمكنك الحجز ولا غيره كذي انت ما تدري انا اي يوم بالضبط يخفف الوضع ناخذ استراحة استراحة هذا اي استراحة شنو محارب ايوه من يغنيها باستراحة محارب اي من يغنيها أغنية يعني إيه؟ غليفس غليفس عايض عايض عايض
عايض؟ عايض. أيوة والنعم والله. سمعها يمكن سامع الأغنية تاني. علي خاجة. فهد كميل. بالديوانية. بالديوانية. أمس اتصلت علينا مريم تقول في ناس عندهم احتياجات وكذي خاصة بالمناطق المعزولة وغيرها أو حتى مو بالمناطق المعزولة انقطعت الأعمال عنهم من المقيمين انقطعت أعمالهم فما عندهم مصدر دخل وعندهم احتياجات فمن الكلام اللي قلنا لها أنا وعزيز يعني إنه تكلم الهلال الأحمر الكويتي إيه؟ وان جمعية الهلال الأحمر ممكن تساهم أو تقدر تساهم من خلالهم شيء زي فتقول لي الحين طبعا داز مسج مريم تقول ان اتصلت على الهلال الأحمر وكلمتهم بخصوص نقطتين أنا أقرأ المسج مثل ما وصل ان كلمتهم بنقطة ان عندها عناوين محتاجين مقطوعة رواتبهم قالوا احنا ما نروح عناوين نروح المناطق واللي لحق نوزع يعني توزيعاتهم واللي لحق ياخذ فهي تشوف ان برايها هذه الطريقه ما هي مناسبه انا ما ادري ايش اللي يمنع الهلال الاحمر من ان يروحون الى العناوين بس هي تشوف ان طريقه التوزيع داخل المنطقه ما هي مناسبه مو الكل يقدر عليها خصوصا النساء النساء يستصعبون موضوع انه والله يعني يكونون واقفين وياخذون المساعدات ولا ياخذون المساهمات من الناس يمكن الريايل يكونون واقفين وكذي وانه زحمه شويه وهذا فالموضوع يمكن ما هو مريح تحديدا للنساء النقطه الثانيه والاهم يعني كانت تسالهم عن الحليب والحفاضات للاطفال بعضهم عندهم اسر وفي اطفال وياهم وما عندهم يشترون حتى الحليب وهذه الامور فطبعا جمعيه الهلال الاحمر قالت ان احنا ما نوفر هذا النوع من الاحتياجات حق الناس احنا نوفر الاغذيه ف هي ودها ان يعني حتى لو يعطونهم الاكسس انه يوصلون هذه الامور حق الناس المحتاجه لابد في طريقه يعني لابد في طريقه ويمكن طريقه لازم تكون من وزاره الشؤون ان تعطي الصلاحيه حق حتى المجاميع حتى لو كان الاجراء قبل لاشتراطات معينه اخفف الاشتراطات مال التوصيل اي واحد وده يساهم وده يتبرع وده يقدم شيء أخفف الإجراءات أن أمكنه من أنه والله يقدم مساهماته هذه ولا حتى يعني تكون مجموعة والله إحنا بالاستديو نكون مجموعة ونقدم مساهمات صح في إجراءات معينة وفي اشتراطات معينة من وزارة الشؤون تطلبها على أساس جمع التبرعات وجمع المساهمات ايه؟ في اشتراطات لكن في ظل هذه الظروف وعندنا أكثر من مليون شخص معزول الحين إيه؟ يعني داخل دولة الكويت معزول بمنطقته إيه؟ فأكيد عندهم احتياجات أكثر من مليون شخص مقيم أكيد عندهم احتياجات فأنت الهلال الأحمر والله مو مقصر بالأمور يعني ما شاء الله أي الهلال الأحمر مو مقصرين للأمانة مو مقصرين والأستاذ مهل برجس ولا دكتور هلال ساير ولا جميع العاملين بهذا الموضوع مو مقصرين إيه؟ في هذا الأمر لكن نتمنى من وزارة الشؤون هنا احنا نتحدث عن وزارة الشؤون انهم يعني يشتغلون في هذا الجانب ويركزون على تسهيل اجراءات المساهمات والتبرعات صح. حق الناس هذه الرسالة يمكن جت من مريم كانت تقول ادش بمداخلة انا قلت لها اليوم احنا موضوعنا يمكن مختلف عن الجمعيات وغيره فالمداخلة بهذا الموضوع انا راح انقل رسالتك وحتى اذا كان في اي متصل يبي ينقل نفس الرسالة فنعتذر منه انه يعني انه مو موضوع اليوم او مو نقطتنا الرئيسيه اللي ناقشناها اليوم اي نعم anyway اي نعم ناطرين منك تبي خبر ولا خواطر ولا شنو انت الحين قلت لي عندك حكمه عندك قصه عندك خواطر اي عندي خواطر يعني خواطر نختم فيها الخواطر حق الختمه الحين يا قصه يا حكمه حكمه عندي حكمه وقصه يعني اختار واحده منهم وقول خبر خلت اهلي يا قصه يا حكمه وخواطر نختم فيها في قصة وفي حكمة شو اللي تبي قصة 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 خلينا نخلص هذا يقول لك واحد يدرس في بريطانيا حلو بريطانيا توه شباب طلع هذا تعرف على واحدة هناك يبي يتزوجها بريطانية أوكي قالت له برومس مي يعني توعدني إنك راح تتزوجني قال لا خلاص أنا يعني بتزوجك وكذا بس بقنع الوالد الوالد ودي يدرس هذا راح يتزوج رجع الكويتي من هناك هذا كويتي انت كويتي كويتي عارف رجع الكويتي من هناك واقنع ابوه قال له يبا تكفر اي شاف عيون خضر ابيها اي ابيها
وقالت له بروميس مي يعني توعدني حلوه بروميس مي ترى قال لها اي بروميس اي بروميس يعني قال لها وعدك يعني بالبي بالبي بروميس زين فالابو قال لا تعب يا الابو اخر شيء رضى بعد شو يسوي الام ضغطت على الابو ورضى يعني فراح هناك هذا وخذ قرض وخلص يعني بيتزوجها حلو وتزوجها وياب هالكويت تدري اللي هناك جوهم وكذي ما تأقلم مع الكويت بسرعة وكذي فياب منها ولدين وقاعد حاولت سنة سنتين ثلاث أربع تتأقلم ما تأقلمت جاد تقعد عاد الحين قالت له أنا برجع مو مرتاحة ماني مرتاحة فقال أنا شو أسوي أخذ يومين عند أهلي أخليها ترتاح يمكن ملت من وجهي ولا شيء أخليها ترتاح بروحها مع عيالها وكذي ثاري خذاه يومين بعد اليومين يد ولا ماكو أحد ما اخفى عيالها ورايحه قاب بريطانيا اوه يدور تركت له رساله زين يو بروميس مي زين تركت له رساله ان انا ترى سافرت مع عيالي وكذا كذا انا مو قادر اعيش يعني ما اقدر اتاقلم وهو ماخذها هناك من عائله بريطانيه يعني يعني فقيره جدا اوكي فراحت هناك هم تعبت هو الحين قال واللي شو اسوي الحين انا ويتصل عليها تليفون وش اقول حق ابوي ولا اخري ما في هي طبعا سفرتهم بالجواز الجوازات البريطانيه اوكي قام هني وهو عرف ان عياله تعبانين وحالتها ساءت ويعني صار في اخذت لها شقه صغيره وتعبت يعني فهو سوى راح طلع لها جوازات كويتيه من هني اوكي حق عيال الاثنين اوكي باله شنو يعني نحش عيال الحين ما يبيها والحين خلاص بس ايه قال لها هو طل يعني شو اسمه طلقني وما ادري شنو وهذا من الامور هذا كان يقول خلاص خذ الجوازات طلعهم وين سافر بريطانيا قاعد يسايسها شوي شوي اللي تبينا حاضر وما ادري شنو وقامت تصارخ عليه وما ادري شنو مو راضيه ترجع على العموم سايسها شوي قال له بدي عيالي ساعتين ثلاث الالعاب ما العاب قال له اوكي خذ العيال وطار المطار عشان يسفرهم فهناك الولد فطن هذا باربع خمس سنوات قال له يبا انت الحين وين مودينا تقول بتودينا العاب هذا ما يقدر يستغنى عن امه مهما كان الام شيء ثاني وبعده ياهل صغير بعده ياهل صغير كان يصارخ هو حسبال الحبيب قاعد هني بصليبخات يصرخ عليه هناك بمطار لندن ايش فيك وصارخ عليه بالانجليزي طبعا يولا الشطر هناك صارخ على طفل طبعا ما يصير هني بالكويت تكفخه عادي هناك تصارخ على طفل تولي ما هو اللي قال له وجهه بالارض ام كلبتشينا كان يسألون الولد وكذي قال هذا كان مع أمي أنا بأمي هو يعني مر على المواضيع هذه مسكين يروح يقطونه السجن أخ يقطوه بالسجن إيه ما لقى نفسه إلا بالسجن عاد تدري هناك السجن في هذول مولات العرب المسجونين اللي عايشين هناك مكسيكيين الألمانيين جرام مسكين وهو مو مال هالسوالف حكموا عليه ستة أشهر هالصرخة هذه ستة أشهر عياله قال له ما في قانون ما تصرخ على العيال صرخ عليها بصوت عالي يعني ما وقع إلا هو بالسجن المهم وين قال ايش بسوي بروح حق الراس راح حق الراس قال له يعني الراس مالهم هذا طلع مكسيكي هناك هذا يعني الراس المساجين مال السجن حاول انه يوصل له ما قدر له وصل له طبعا مع فلوس وواعد وشي قال له سالفتي كذا كذا قال له عطني رقم عنوان بيتك راح اقتلها لك اوكي كان يقول له لا يبا تقتلها شنو لا يبا قال له بس ابيك تحميني بالسجن على ما اطلع كذا كذا وابيك انت يعني تطلعني تخفف علي انا اطلع لان ما اخذ عيالي او اطلع برا او تعطيني تليفون اعطاه التليفون دق على الهدى شو على الخارجيه وخلاص وخذوه طلعوه من السجن ودوه وين الشقه حلو قاعد وين شقته بس شنو عاد يحطوا له طوق انه ما يتعدى الخط ما يتحرك ما يتحرك يقعد طول المده وهي الصبح وبالليل يوقع عشان يضمنون انه ياكد حضوره وغيابه وانصرافه فكان يسوي شيء قام يسوي شيء ايش سوى هو هو الله يعني شويه منعم عليه فقام يعطي فلوس حق الشرطي هذا هدايا وانت كم ولد من الامور هذه الشرطي شويه استانس تعاطف وياه قال له تكفى بس شيلني الطوق بروح اسحب فلوس بروح مثلا يعني جمعيه تعبت ما اقدر يعني حاكمني المهم مالك بالطويله كان يعطيه قال له شوف بشيلك عنك الطوق كم تبي قال يومين هذا عشان يبله هدايا وكذي شال عنه الطوق جاي يروح سفاره شافه واحد من كان يدرس مع الطلبه أوكي. وينك ما ادري شنو هذا كان يقول له انا والله سالفتي قال له مصدقك قال حطوا طوق بريلي وش اقول وين الطوق قال له شالوه قال المطار قال شنو قال المطار قال حاطين عليه من السفر قال حسبك انت بالهجره يبا المطار ما يحطون انت باخذ يالا ما يحطونك من السفر ولا شيء
اقول لك انحاش ولا تقعد 6 اشهر. وفعلا راح خذ المطار وراح المغرب، لازم يروح يعني عشان ما يدرون انتربول ما شنو، راح عن طريق المغرب بعدين دش الكويت. وصل الكويت الريال باس الارض، يقول بس خلاص حتى عيالي فقد عياله. وطبعا سجن مسكين هذاك، طبعا الشرطي اللي موجود هناك توهق يعني انه هو اللي شاله، بس هو بعد يعني مسكين ما ادري هو سوى شيء غلط وشيء صح ما ادري. فراح على عياله، راحت على زوجته. هذه قصتنا اليوم. الحكمه من هذه القصه شنو؟ الحكمه يعني اللي يسافرون برا اي دونت بروميس، دونت بروميس ودونت بروميس مي، يعني خل بروميس يعني مو تقول لك بروميس مي وهذه تقعد تدلع شيء تاخذها توهق. عندك هنا ما شاء الله البنات ايش كثرهم بديرتنا يعني. حلو، هذه الحكمه، هذه الحكمه، اي الحكمه. الحين حتى ما يمدي تقول خواطر. اعطيتنا قصه ربع ساعه. انا قصتي كلها كذي، ما تذكر ما تفسر القصه بلا ما تفسر اللي هدم البيت عليهم بالنهايه. حتى شعله بتحط يعني مقاطع حطتني اي فاطمه. زين عيل، قبل لا نختم خلينا نقول هالخبر. ختم صيد وصلنا ثلاث. شوف انا قلت القصه ما ادري عن نفسي والله سوري. المهم بس عشان نقول حق محبين الاسماك، الله ايه الهيئه العامه لشؤون الزراعه والثروه السمكيه استجابت لجزء من طلب وزاره التجاره. وزاره التجاره كانوا طالبين منهم ان يا جماعه بكروا بموعد صيد الاسماك عشان يكون شهر 7 بدال شهر 6 بدال شهر 7. حلو. مدير عام هيئه الزراعه الشيخ محمد اليوسف قال ان من يوم 15/6 من الاسبوع الجاي يوم الاثنين تقدرون يعني بدء موسم صيد الميد. اي من 15/6 العاده يكون بشهر 7، بكروا له 15/6 استجابه للطلب. وطبعا وزاره التجاره هم طلبت تبكير صيد الربيان والزبيدي هالشهر بدال شهر 7. الشيخ محمد اليوسف مدير عام هيئه شؤون الزراعه قال لي الحين تدور المناقشات على هالموضوع هذا، وراح يتم التحديد اذا نبكر موضوع الزبيدي والربيان نخليه شهر 6 ولا شهر 7. ما بين للحين، بس انهم اسمحوا بصيد الميد شهر 6. شنو اسمك انت المفضله؟ بعد ما يبي له ها زبيدي هامور. هامور متوفر بالسوق الحين؟ والله اللي وصلني اي ان احد يعني داوم هناك أي. قال لي متوفر، والبواليل بعد موجوده. وتحب شوف الزبيدي، احب الزبيدي يعني مطبق ما في عليه، لكن الهامور انا اتوقع شيخ سمك تهيق كذي. اي انا الموجود موجود بعد ما الربيان بعد الربيان يوعدنا والله يوعدنا. يلا خلاص خلصنا نمشي ها نمشي باكر ان شاء الله. سي يو تومورو. ثانكس ا لوت. بروميس مي اي بروميس يو. اوكي. مارينا اف ام. مارينا اف ام. الصيف تأجل، اشتقت لرفقاتي. يعني خلاص ماكو سفر؟ وات تكفى، هي مرحله وصلنا. 94 كيش خل كمام سنية ريلا تايم طبعي كافي فيس تايم عينكم أونلاين شوبينج بيبي 90 4 صيف 2020